الدعوات اللي هو دعا ليها، لان في لان ثوره وان الناس تنزل، وانه يعني يعني انا ارد عليه رد واحد بس، انسان فاشل وعبيط، واخد بالك؟ وبعدين اي حد بيقول اي حاجه، اي حد دعوات فاشله جدا جدا. اصل في حاجه، الدعوه لما تكون ناجحه لما يكون واحد صادق ومحترم وملتزم. صحيح. انما الراجل اللي واكل حقوق اخوه واليتامى وداس على النعمه اللي عاش فيها في الجيش 15 سنه وعمل الملايين دي فيها، ابوه اللي هو رباه واقف جنبه لحد ما بقى راجل يغلط فيه، امه يغلط فيها، اخوه يغلط فيه، اولاد اخوه اليتامى يغلط فيهم، وحاجات بالادله وموجوده وتسجيلات بشتيمه، والحمد لله ما ستمنش بينه وبينه في سر، لا ده فيديو. طيب انا بكلم اي واحد بقى، ما بقولش كشاب، اي واحد مصري، اي واحد يشوف محمد يحتذي بيه، دي شخصيه محترمه، اللي بيغلط في ابوه ويغلط في النعمه اللي هو، لا حدش عارف.